وانتم بخير. الله يعيد علينا هذه الأعياد، هذا اليوم الوطني الجميل علينا وعلى الشعب السعودي العظيم. وأهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد اليمين. وإحنا الحقيقة في اليوم هذا يعني ما عاجزين عن يعني التعبير عن فرحنا وشعورنا. والله فعاليات حلوة وجميلة وشيء جديد، يعني الحلو إنه حاجة جديدة وفيها الكرنفال الحلو ولا أسر المنتجة ولا العرضة وأشياء كثيرة الحمد لله. هذا أول يوم لسه صح، فإحنا إن شاء الله ننتظر المزيد إن شاء الله، يمكن بكرة يكون في أشياء أكثر من كذا. حابة أقول كل عام وشعب سعودي بخير، والله يديم علينا الأمن والأمان. وحابة أهني الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. صراحة استمتعنا، شفنا الفعاليات، شفنا الفرقة المتجولة، وشفنا الفعاليات اللي أول مرة أشوفها، التكنولوجيا أنها تصور نفسك وتخزنها، هذا شيء جديد أول مرة، ويشكرون عليه. وإن شاء الله المزيد التقدم والنجاح. وعندك تراك فود الواحد إذا جاع ولا شيء فيه، وعندك صراف يعني، وعندك أشياء للأطفال يشغلون فيها الرسم، ينمي قدراتهم العقلية والإبداع لدى الأطفال. نهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، ونشكر الهيئة العامة للترفيه في تنظيم الفعالية. ما شاء الله تبارك الله، فعالية يعني كاملة من إلى تنظيم البوثات، الكرنفال، الألعاب النارية، يعني صراحة شيء يعني ما ينوصف، والله يعطيهم العافية. ما شاء الله الفعاليات حلوة، وما شاء الله يعني أنا أول مرة أجي الإيفنت هذا، بس صراحة جدا جميل. شفت صراحة يعني عروض اللي هو المسيرة، برضو ننتظر الحفلات، وننتظر برضو اللي هي الألعاب النارية، برضو شيء جميل برضو انه في اسر مشاركه من اسر المنتجه، فيعتبر جميل كعمل وطني. والله الصراحه جدا فعاليات ممتازه جدا، ومن ناحيه الشباب ما شاء الله متواجدين كلهم في كل مكان، وما هم مقصرين معنا ان شاء الله. وما شاء الله في فعاليات من ناحيه العرضه والاسر المنتجه والكرنفال، وما شاء الله تبارك الله هم على القمه ان شاء الله باذن الله.